أهلا بكم مشاهدينا الكرام، رمضان كريم وكل عام وأنتم بخير. نحن عشية الجمعة 14 بعد المئة من الحراك الشعبية السلمية الذي يتواصل بكل ثبات وبكل إصرار، برغم القمع، برغم السجن، برغم الاعتقالات، برغم المناورات والشيطنة التي يتعرض لها هذا الحراك من منظومة حكم تصر على السباحة عكس مجرى التاريخ، في مقابل حراك يضرب مواعيده مع التاريخ، يريد للجزائر أن تصنع التاريخ وليس أن تكون على هامش التاريخ، يمضي في طريقه من أجل تغيير يليق بالجزائر. قبل أن نبدأ النقاش نتابع التقرير التالي عن حالة سجناء معتقلي الحراك. نتحدث عن أكثر من 60 معتقلا من الحراك و22 منهم في إضراب عن الطعام لليوم 15 على التوالي، حالة بعضهم خطيرة، في مقابل رفض للإفراج عنهم أمس من قبل العدالة الجزائرية وسط إدانات داخلية وخارجية. إذن هذا القرار صدمنا به، يعني فاجئنا به نوعا ما، لأن الظروف هذه ظروف خطيرة وظروف عويصة. لاحظنا بأن ما كان حتى جريمة ارتكبت من قبل هذا النظام، وأنهم بزيادة الحياة تاعهم راهي في خطر. كنا ننتظروا الإنصاف، كنا ننتظروا تطبيق القانون بصفة مسلمة، ولكن هذا ما راهوش يؤدي إلى أنهم نفقدوا الأمل. معنا في نقاش اليوم عبر خدمة سكايب من وهران قدور شويشة، الناشط الحقوقي، الأستاذ الجامعي من الجزائر مصطفى عطوي، الناشط في الحراك، رئيس الجمعية الجزائرية لمكافحة الفساد التي ترفض السلطات الجزائرية الترخيص لها، وانضم إلينا كذلك الأستاذ عبد الغني بادي المحامي والناشط الحقوقي، الناشط في الحراك ومحامي معتقلي الرأي ومعتقلي الحراك. لو نبدأ بالأستاذ عبد الغني بادي. أستاذ عبد الغني بادي، كنتم في ندوة صحفية اليوم عن معتقلي الحراك المضربين عشية الجمعة 14 بعد الماء من الحراك. لو وضعتنا في صورة هذه القضية، أمس تم رفض الإفراج عن هؤلاء 22، وأيضا نتحدث كذلك عن أكثر من 60 من معتقلي الحراك ما زالوا في السجون. صباح الخير جميعا.
الشيء الواضح أن السلطة الآن ترفع حدة القمع بشكل فظيع، يعني هي لم تعد يعني تحترم حرية الناس بشكل أقل ما يقال عنه أنه أكثر حدة من وقت سابق في هذه الفترة، وأعطاه انطباع في كل مرة، في كل مرة يعطيه تأكيد ويعطيه ثقة بأن هذه المنظومة لا عهد لها ولي ذمة، يعني ما عندهاش عهد. بعد ما تحوس دائما تعطي تصورات أو تعطي أوهام المواطنين بأنها تفرج أنا معتقل الحركة، تفرج أنا مجموعة، ثم تنتكس مرة أخرى وتعود إلى الاعتقالات وتعود إلى التضييق وتعود إلى حتى القذارة الإعلامية المتمثلة في التشويه وتخوين النشطاء والأكاذيب كذلك. يعني شفنا في كل مرة كيفاش يخرج الإعلام يكذب ويحاولوا يوهموا الناس بأن هناك نشطاء داخل الحراك فعلا يشكلون خطر على الوطن، وهم يعلمون بأن الخطر الوحيد على الوطن هم الخطر على الوطن، ليس هؤلاء الشباب الذين خرجوا يدافعون عن جزائر قوية، عن جزائر المؤسسات. هؤلاء اعتقلوا فقط بالتظاهر، اعتقلوا لأنهم خرجوا يمارسون حقهم المنصوص عليه في المادة 52 من الدستور، لكن منظومة الحكم متخوفة من مسار تصعيد الحراك. هي تقول بأنه فقط الجمعة والثلاثاء، هي تخشى أن يكون السبت ويكون أحد، لذلك تريد أن تجرم وتحرم كذلك المسار التصعيدي المتمثل في السبت. فهي في كل مرة يخرجوا يوم السبت تكون هناك اعتقالات وتكون هناك إيداعات ومتابعات يعني أقل ما يقال عنها بتهم خطيرة. صور أن الجزائري يخرج الظاهر يعملون المجلس بالوحدة الوطنية، هذا في الحقيقة تمييع للقضاء. لازم القضاة يعرفوا بأن هذا تمييع لمهنة القضاء. القضاء لا يمارس بهذه الطريقة. القضاء فيه شرف، القضاء فيه أخلاق، القضاء فيه أمانة، القضاء فيه ذمة، القضاء فيه إنسانية، القضاء فيه يعني حماية حريات المواطنين. السلطة القضائية في الدستور هي الحامية لحرية الناس، لكن للأسف عندما يعرف قاضي بأنه لا يخرج فقط للتظاهر ويبقى يتمسك بحكاية المساس بالوحدة الوطنية، فهذا شيء يعني يؤسف له، ويرفضوا إفراج عليهم رغم الشهر الفضيل ورغم الصيام ورغم إضرابهم الطعام ورغم علمهم بأن هناك عشرات العائلات تبكي أبنائها على طاولة الإفطار، هناك عشرات الأمهات تبكي أبنائها، هناك عشرات الزوجات تبكي أزواجهم. وهذا أمر محزن حقيقة، أن الجزائر تعيش عهد ستاليني حقيقي، تعيش خمسينيات وستينات القرن الماضي، ما زال الجزائر يعتقل بالموقف السياسي، ما زال الجزائر يعتقل بالرأي، ما زال الجزائر يعتقل بسبب مطالبة بالحقوق السياسية والمدنية من الجيل الأول. أخي جمال، من الجيل الأول هذه التظاهر والتجمع والحق في التعبير، هذه حقوق تجاوزتها الدول كثيرا كثيرا. احنا ما زلنا نراوح عهد الربعينات والخمسينات، فهذا أمر خطير. وفي النهاية المتضرر والمقموع والمنتهك حقوقه هو مواطن جزائري يحمل الجنسية الجزائرية وينسب له الدستور، وتصدر الأحكام باسمه. للأسف تصدر الأحكام باسمه ويودع الحبس باسم الشعب الجزائري. هذا شيء في الحقيقة مخزي بالنسبة لهذه السلطة التي لا تريد أن تتوقف عن تعاستها، عن تفاهتها، عن انتهاكاتها. في الحقيقة هذا شيء يعني مؤلم جدا صراحة. أخي جمال، أنا تواصلت معي أم فتحي دياوي فتكلمت معي ببكاء بدموع بحزن، وهي العجوز المريضة الطاعنة في السن، ما زال ما عندهمش يعني كما نقولوا بالعامية ما عندهمش رحمة ربي. هذو أناس لا يملكون الرحمة يعني في قلوبهم، لا يعتقدون بأن دعوات هؤلاء الأمهات ودعوات الزوجات ودعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب. يدوسون على القانون، يدوسون عن الأخلاق، يدوسون عن العهود الدولية، يدوسون عن شرف الجزائريين، لكنهم لن يدوسوا عن مستقبل الأجيال القادمة. لن يستطيعوا، قد يسجنون زيد وعمر، لكنهم لن يمنعوا الانتقال السياسي. طيب كيف حالة المضربين يعني؟ واليوم في اليوم الخامس عشر
المضربين الجميع من المحامين والزملاء والزميلات يجتهدون في العمل على ضرورة ثنيهم عن هذا الإضراب. كل مرة يتنقلوا زملاء يحثوهم على ضرورة وقف الإضراب، خاصة وأنهم بدت عليهم الوجوه الشاحبة والأجساد النحيلة وهناك هشاشة وضعف على الجميع. لذلك اليوم أعتقد بأنهم وعدوا الزملاء بأنهم سيفكرون في مسألة التوقف على الإضراب، وهذا أمر يجب أن يحدث، لأن حياتنا بالنسبة لنا مهمة جدا. عندما لم يهتم لحياتهم هذا النظام، هذه السلطة لم تهتم لحياة الشباب الجزائريين المسجونين رغم علمهم بأنهم مضربون عن الطعام وأن حياتهم في خطر، مع ذلك لم يتحرك الضمير فيهم ولم تتحرك الإنسانية. إذن فالجهد جهدنا والعمل عملنا، يجب أن نعمل جميعا على أن يتوقفوا عن هذا الإضراب وننتقل إلى يعني مسار آخر من البحث عن حلوله. يبقى معنا أستاذ عبد الغني بادي. أمس كانت هناك وقفة أمام المحكمة مع بالتزامن مع مسألة إبقاء أو إفراج عن معتقلي الاثني عشر أمس، وكانت كذلك اعتقالات للذين جاءوا للتضامن مع المعتقلين المضربين. نتابع. أستاذ قدور شويشة الأستاذ الجامعي ناشط الحقوقي في وهران معنا عبر خدمة سكايب. أستاذ قدور شويشة، نحن عشيت الجمعة 114، ما زال معتقل الحراك في السجن، وكنت تستمع للأستاذ عبد الغني بادي عن حالة المعتقلين الاثني عشر المضربين عن الطعام. ما دلالات هذا الإصرار على هذا التعامل مع مواطنين جزائريين يخرجون بسلمية ليعبروا عن رأيه؟ شكرا على هذه الاستضافة والسلام على الجميع. قبل كل شيء أتسمع فيه أخويا؟ نسمع فيك سي قدور، تفضل. صح، نظن لازم نفهم لماذا سلوك النظام خاصة مع المضربين على الطعام، لازم نفهمه، لازم نعرفوا شنو رانا نديروا. نظن انا هو برهان ان النظام مهما كانت بشاعه تاعه، مهما كان القمع تاعه، لكن خايف خوف كبير من التصعيد. الخوف كبير جدا من التصعيد، ولهذا باغي يعاقب هذا الشبان اللي قتلوا نهار السبت باش يخوف الشبان اللي باقيين، اللي ربما يقول لك باغيين يخرجوا نهار السبت. فهي فقط محاولة تخويف، لكن هذه المرة من البداية هو يحاول يخوف، لكن هذه المرة السلوك البشع، لأن كما قال الزميل المحامي ما فيه والو الملف، ولكن اللي يسمع اللي ما يعرفش يحسب كاش ما دار. لكن هذه المرة كان الأمر نظن أعطي بصفة واضحة، ما لازمش تخرجوا، ما لازمش الشبان الاخرين او العائلات الاخرين اللي باقيين يسمحوا لاولادهم ويخلوهم يخرجوا لنا نهار السبت، لان عارفين باللي هو التصعيد وخروج المواطنين والمواطنات نهار السبت، انا نظن عارفين باللي ما ينجموش يشدوا المده الزمنيه اللي تقالهم باش يشدوا، خاصه باستعمال وسيله القمع ما يقدروش. فلهذا لازم نفهموا هذا السلوك البشع ضد هذه الشبيبة الجزائرية، هذه الشبيبة
الجميله اللي مطوعه ولا تفكر على مصير هذا البلد. يبقى معنا سي قدور شويشه. مصطفى عطوي، هل القصه كذلك مرتبطه بقرب الانتخابات؟ النظام دائما مثل ما حدث في انتخابات 12 لفقط تمرير هذه الانتخابات، وايضا الفبركات الى جانب الاله القضائيه الاله الاعلاميه وتشويه ناشطي الحراك، ومثلا ما حدث لجمعيه اسواس باب الواد مثلا من اتهامات دوله خارجيه لا يذكر اسمها، بينما تكلف الاذرع الاعلاميه بفبركه واختلاق الاتهامات، مره الفاتيكان مره تشيلي مره فنزويلا هي التي تمول هذه الجمعية أو فرنسا، فيما اللافتات التي يتم الحديث عن أن فرنسا تمولها ضد فرنسا، مثلا اللافتات المرفوعة في الجمعة الماضية أو الجمعات اللي قبلها. أولا السلام عليكم أخويا جمال، السلام على السادة المشاهدين وضيوف الكرام، نقول لكم صحة فطوركم أخي جمال. نحن فعلا النظام، هذه هي طبيعة النظام المستبد، النظام يريد أن يكون هو صاحب المبادرة، وبالتالي عنده هو صاحب المبادرة ويستعمل القمع الآن لترهيب الناس، لترهيب الشباب باش ما يخرج في الحراك، باش ثاني ينقص من عدد الحراك. النظام عنده طريقتين فقط، ماشي ثالث. الطريقة اللي كانت عنده في الماضي لما كانت الفلوس، هو كان يستعمل سياسة الترغيب أكثر من القمع. اليوم الموارد المالية نقصت كثيرا، وبالتالي لم يبقى للنظام إلا القمع لترهيب الحركيين. وعلى هذا كما قال الزميل كذلك، وهو يسر، وإحنا كنا قلنا قبل هذا واستشرفنا أن النظام سوف يزيد في سياسة القمع، وسوف تكون سياسة الأمنية التي يمارس بها ويسير بها إدارة الأزمة، لأن النظام اللي نظام أولا ما حملش الثلاثاء، كان الجمعة هو قادر، عنده حد يستطيع قبوله من الضغط، وإذا فات الضغط هذاك لربما يخاف من سقوطه، من انهيار منظومة الحكم هذه، وبالتالي هو عازم على أنه السبت ما يكونش. لذا أنا يعني أتوقع أن القمع يزداد في الأيام القادمة، لأن الوضع الاقتصادي ماهوش مليح، المظل الاجتماعي ماهوش مليح، وهو يريد خاصة ترهيب وتخويف في الشباب وتخويف البنات باش ما يلحقوش بالحراك. دوك اليوم هذه هي طبيعه النظام، لازم علينا نعرف ان النظام راه في لا لوجيك تاعو، راه في طبيعه تاعو، لازم نعرف انه كلما ازدادت زخم المسيرات كما ازداد القمع، وهذا يعني علميا يعني الناس دايرين، كلما ازداد المسيرات كلما زاد القمع. يجب علينا ان ما نخلوش النظام فقط هو صاحب المبادره، علينا الحراك، وهذا اليوم يجب على الفراك يكون عقل مدبر وعقل مفكر، باش تكون المبادره للحراك في بدايه المسيرات، في بدايه الحراك كان الحراك هو صاحب المبادره، وكان النظام يدير ردة الفعل. اليوم انقلبت الأمور واصبح النظام هو صاحب المبادرة، وهذا شيء خطير يجب يعني معالجته. ولكن ليس في مقابل النظام هو اللي مرتبك، هذه ليست إلا ردود أفعال من الحراك في المقابل، بالعكس يعني ربما لا. من يرى العكس في هذا، أنه بالعكس النظام هذه دلالات ارتباك. لا، هو يعطي، احنا نعطي الانطباع لانفسنا ولا نهدئ نفوسنا ونعطي الاخر، يجب تقييم الاوضاع يعني صراحه وبدقه باش نقدر نلقى الحلول اللازمه. النظام ماهوش مرتكب لهذا الدرجه اللي الناس تشوفوه، لازم هذا نهضروا، النظام مازال عنده القوه، مازال عنده الدعم الخارجي. لما يكون تعرف أن النظام ارتبك والنظام الاخر،
لما ينقص الدعم الخارجي. لحد الآن الدعم الخارجي ما، ولكن ليس مثلا الدعم الخارجي القائم بالأعمال السفارة الأمريكية قال من حق الجزائريين يداروا، بالعكس هناك تدبدب، هناك شعارات ضد فرنسا مثلا، هناك تناقض وتخبط حتى في ردود الأفعال الفرنسية مثلا أمام ما يحدث في الجزائر. تقارير دولية برغم محاولات النظام تسويق قصة الإرهاب، بالعكس تصف الحراك بأنه يريد الديمقراطية. النظام هو الذي يلعب يمينا ويسارا قد يبدو. شوف، في الجهة المقابلة هذه أنظمة ديمقراطية، هذه أنظمة ديمقراطية تمارس ديمقراطية في بلادها، وبالتالي وش تنتظر من الأمريكان؟ وش يقولوا؟ يقولوا ما نخر، يطلب من الحراك ديمقراطي، ويطلب من النظام يعني سماح للناس بالمسيرات السلمية. لكن لحد الآن، لحد الآن ما كاش تنديد بالقمع الذي يمارس به، يمارس على المتظاهرين. حتى في فرنسا لم نسمع في يوم من الأيام أن النظام الفرنسي الأخر، بالعكس هو أشار ماكرون مباشرة وأيد تبون. لذا يعني نحن ما نديرش لازم الحساب. طيب خلينا نسمع رأي الأستاذ قدور شويشة. ما رأيك أستاذ قدور شويشة فيما سمع؟ لا الأخ، أنا نظن صحيح أن النظام مازال عندها قوة ووسائل، لكن نظن عندها شاب اللي فيه بوادر للتدخل الخارجي بالمعنى النبيل. احنا كي نقولوا التدخل الخارجي أي هيئات ليهمها حقوق الإنسان في الجزائر. فنتذكر لما البرلمان تدخل تكلم على القمع في الجزائر، لما المفتشية السامية لحقوق الإنسان تدخلت على تقريبا نفس الأسلوب. لا احنا لازم نفهموا باللي ما هوش بهذه السهولة لبلد كفرنسا لشد الجزائر اقتراحها تسمح فيها بهذه السهولة. لهذا ما لازمش ننتظروا باللي سرعان يكون فيه تغيير في موقف الرسمي الفرنسي، لكن نظن بالاستمرار في نفس المنهجية تاعنا نوصلوا كل البلدان يحشموا، يقولوها بصح فتحوا، هذو قاعدين نمسان دينهم بصح فتحوا ما مش عارف يخدموا. لهذا احنا لازم نزيد قلت لنا رانا فاهمين ولا فهمنا باللي التصعيد هو اللي يخوف النظام، معناتها المبادرة ريعنا المبادرة. ما معنى المبادرة ريعنا؟ لازم احنا نقبلوا، لازم صحيح ان فيه لازم تضحيات، نقبلوا باللي كي نخرجوا ما نخلوهمش يدوا 20 ولا 30 كي الدنيا والفة تهرب. لا ما تهربش، قال بغيت تطلع الدنيا للحش طلع 1000 2000 3 4000 5000. لازم احنا نفهموا باللي السلمية تاعنا ستستعمل كسلاح امام الرأي العام الدولي، باللي هادو سلميين وراهم يقولوا ما بدي غير دون للسجن، وانا عارفين باللي راكم حاقريننا، وانا عارفين باللي العدانة ما تعطيناش حقنا، بس احنا قابلين هذه التضحية من اجل الجزائر. فلازم الموقف تاع المواطنين والمواطنين يتغير، ليس الهروب من الشرطة. قال اخويا يروح لها راه لافت في السيارة او شاحنة في المعتقلين، يروح يقول انا ثاني نطلع معهم الدنيا ثاني. لما نوصل لهذه المرحلة ونكشفوا الدولة وتلقى روحها باللي مجبرة على قمع على مستوى كبير جدا فاضح، يولي يخموا. دونك حنا ما لازمش نتراجعوا الآن، راي صحيح أن المرحلة حساسة لأن النظام راه كاع قوة تعارة دايرها لحد الآن. ما لازمش نتراجعوا، ولازم نشوفوا كيف نزيدوا نقووا الضغط. طيب يبقى معنا قدور شويشة، إلى جانب طبعا الاعتقالات للحركيين، لأصحاب الرأي، اعتقال مثلا صحفي مراسل ليبرتي في تمر رصد، صحيفته تقول أنه غطى مظاهرة في المنطقة ضد التقسيم الإداري، بينما توجه له اتهامات خطيرة، نفس الاتهامات المساس بالوحدة الوطنية وغيرها من الاتهامات. Depuis un moment, il nous disait en tout cas souvent qu'on lui cherche, souvent il cherche à connaître ses sources, c'est-à-dire les sources d'information, parce qu'il parle souvent
de la région Tamarest. Mais la dernière fois, vendredi, donc, il nous a appelé pour nous annoncer un papier. Lui-même a pu mesurer en tout cas la gravité en tout cas de la situation. Il nous a annoncé comme quoi il allait faire un papier, une manifestation à Tazrouk. C'est un village, apparemment c'est le village le plus élevé d'Algérie. Il est au nord-est de Tamarast, donc dans le Hogar. Il nous a dit qu'ils vont faire une manifestation et, parce qu'ils sont hostiles au nouveau découpage. Il se trouve que pour la population locale du village de Tazrouk, ils considèrent que la partie qu'ils ont rattachée, qui faisait partie de Tamarast, mais ils l'ont rattachée à Djanet, c'est une région qui est très riche. Il y a de l'or, il y a du gaz, de l'eau, du marbre, du sel industriel. Et lui-même, il nous a dit que ça ne va pas vraiment être... Donc il a fait le papier, le plus long du monde, un papier d'information. Aucun commentaire ni analyse. Il a cité des sources identifiées. Et le lendemain, il revient avec une autre manif parce que les gens de Tazrouk, qui est à 180 km de Tam, donc ils sont partis à Tamarast pour faire une autre manif devant la wilaya. Et là, il a fait parler des notables. Ils sont identifiés, c'est-à-dire ces sources, ceux qui parlent, ils sont identifiés, ils sont notés dans le texte. Il avait le communiqué, il a à sa disposition le communiqué. Donc professionnellement parlant, ils n'ont absolument rien à lui reprocher. Après, je vous apprends rien, Khaled, vous êtes bien placé pour... كان هذا إذن صحفي كريم كبير من صحيفة ليبرتي يشرح سبب اعتقال صحفي رابح كراش. أستاذ عبد الغني بادي يعود إليك، هذه الاعتقالات، هذا الوضع الحقوقي الذي تعيشه الجزائر في مقابل حراك شعبي سلمي، بالعكس مضرب مثل الصورة التي يقدمها النظام عن نفسه في الخارج. ومصطفى عطوي كان يتحدث عن الخارج أنه القمع والإدانات، بينما حراك تصفه صحيفة الواشنطن بوست بأنه حراك بالعكس في علامة فارقة في تاريخ البشرية حتى. النظام منذ بداية الحراك اشتغل على إنقاذ نفسه، لم يفكر البتة في إنقاذ الوطن. يعني يتذكر الجميع أنه لم يبحث عن حلول سياسية حقيقية للبلد، ولم يبحث عن حلول سياسية حقيقية للمرحلة، بل اشتغل على كيفية إعادة بعث خلفية النظام. وهذه هي النتائج، نتائج ستكون مرحلية، ستكون مراحل أين حاول من خلالها أن يوهم الناس بأنه في رحلة بحث عن مسار ديمقراطي، والجميع يعلم بأن هذا المسار الديمقراطي لا يختلف عن الحمل الكاذب. فولد تبون من رحم النظام، وولدت خالد الطريق كذلك من رحم النظام، وفرضت وعفوا ورفضت كل المقترحات وكل المبادرات التي قدمها الخيرين في هذا البلد، وشوهت حتى وخونت. إذن فالقادم بعد هذه المراحل سينكشف يوم بعد يوم. والآن وصلنا إلى المرحلة التي لم يعد فيها أي شيء يمكن إخفاءه من طرف النظام، عاد تقريبا إلى ممارسة أسوأ من العهد الذي خرج الجزائريون بسببه إلى حراك. الآن الجزائريين بكل صراحة وبكل وضوح يعيشون وضع أسوأ من عهد بوتفليقة، وعلى كل الصعيد، على الصعيد السياسي، على الصعيد الحرياتي، على الصعيد الاجتماعي، على الصعيد الاقتصادي، وضع متردي. وفي أكثر من هذا، حتى النظام فقد الحد الأدنى اللي كان عنده من الأخلاق. الآن صار يعني الأخلاق نتاعه في 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 قمة يعني النزالة، وفي قمة الخساسة، وفي قمة التعاسة. صار لا يحترم، يعني لا يحترم العقول الجزائريين، لا يحترم حرية الجزائريين. همه الوحيد فقط هو كيفية إعادة بناء جدار خوف. يريد أن يعيد بناء جدار خوف من خلال هذه الاعتقالات، من خلال هذه الانتهاكات، بالدوس على القوانين، يعني بكل وضوح وفي جهار، يعني في وضح النهار.
ويخرق كل الاتفاقيات الدولية، والعالم كله يشهد على أن حتى سمات التقارير الدولية بأنه مسار الباحثين عن الديمقراطية أو المسار الديمقراطي للحراك، بأن الذين يخرجون الآن في الحراك وما زالوا ثابتين على خط الحراك، النظام يعرف بأنهم هما النواة الصلبة للباحثين عن الديمقراطية، للباحثين عن تأسيس المؤسسات، للباحثين عن العدل، للباحثين عن الحقوق، عن الحريات، وليسوا طالبون مناصب، وليسوا طالبون رغيب، ما همش ما راهمش يبحثوا على مستقبلهم الشخصي. الآن الناس اللي بقات تناظر وبقات تبحث على الانتقال السياسي هي اللي ما عندهاش أطماع في برلمان السلطة، ما عندهاش أطماع في حقائب السلطة، ما عندهاش أطماع في امتيازات منحة السلطة، بل بالعكس هما كل همهم كيف يصنعون بلدا قويا لأبنائهم، بلدا قويا للأجيال القادمة، وليس كيف يصنعون أنفسهم، وليس كيف يصنعون مستقبل أبنائهم. لهذا الناس راهي الآن على كامل استعداد لتقديم التضحيات، لأن ما يمكنش أن كل هذا المسار الذي قطعه الحركة وحتى قبل الحركة، أنا لا يمكن لأحد أن ينكر نضالات كانت سابقة الحراك من نضال بطالين وأمهات المخطوفين والحركات السياسية التي تأسست على مراحل مختلفة ومسار طويل من وتاريخ طويل من النضالات حتى من بعد الاستقلال، لا أحد ينكر هذه التراكمات التي أنتجت وعيا لدى الجزائري الذي أصبح يبحث بكل جدية ويبحث بكل صدق ويبحث بكل إدراك لخطورة المراحل القادمة. الآن نحن في مرحلة خطيرة وخطيرة جدا، على الشعب الجزائري أن يتحمل مسؤوليته، إما أننا ننتقل ديمقراطيا بروح سلمية الحراك، بعقلانية الحراك، بفكرة الحراك التي بدأت منذ بدايته وهي وحدة وسلمية، وهذا هو شعار الحركة، وحدة وسلمية، وإلا أن هذا النظام سيجثم على صدارنا ربما عقدين أو ثلاثة، وهذا ما لا نتمناه. لذلك على الجميع أن يناضل، وعلى الجميع أن يستمر، وأن لا يفشل. يعني ما كانش الفشل في المراحل الثورية، لازم الاستمرار، ولازم كما ذكر الأستاذ قدور شويشة المبادرة. الآن راهي عندنا احنا، كيف نصنع الضغط، كيف نصنع التصعيد، كيف نصنع الاستمرار لهذا الحراك حتى يكون الورقة الرابحة للانتقال الديمقراطي. شكرا جزيلا لك الأستاذ عبد الغني بادي، المحامي والناشط الحقوقي. قبل أن نعود إلى النقاش مشاهدينا الكرام، نتابع التقرير التالي. حملة إلهاء عشوائية هي ما تبقى لنظام يكاد يلفظ أنفاسه أمام ثورة سلمية استمرت لسنتين تطالب بالتغيير الجذري لكل منظومة الحكم المستمرة منذ الاستقلال. السلطة استغلت من إصرار هذه الثورة وعزمها كل الطرق والأساليب لإنهائها وتشتيت مكوناتها، واستعملت في ذلك كل ما لديها من إمكانات بشرية ومادية للحيلولة دون استمرار هذه الثورة، بتسخير القضاء لسجن الناشطين وإعطاء الأوامر لأجهزة الأمن لمطاردة المتظاهرين السلميين وتعنيفهم وإلقاء القبض عليهم، كما جندت السلطات إعلامها لتشويه سمعة الحراك واتهامه بالمساهمة في تهديد الاستقرار والمساس بالوحدة الوطنية، إلى أن وصل بها الأمر إلى تهمة الإرهاب. اليوم تحاول السلطة تشتيت التركيز على الثورة ومطالبها بتحويل الأنظار نحو تشريعيات يونيو المقبل، والتي تسبب للسلطة صداعا كبيرا بمجرد تفكيرها بأنه لن يحدث المشروع فارقا، وأن نسبة المشاركة فيه ستجعله موعدا انتخابيا لكن بدون ناخبين، لتنتقل السلطة إلى برنامج الإلهاء بالأحكام القضائية الجانبية واختلاق الندرة في المواد الاستهلاكية والسيولة المالية في البنوك ومكاتب البريد. مراقبون يرون أن فشل هذه المخططات وعدم قدرتها على التأثير في مسار الثورة السلمية قد أصاب النظام إصابة بليغة، بعدما تبين لها أن شعارات الحراك تلمس الهدف الأسمى من المسيرات، وعلى رأسها مدننة الدولة وإعادة مؤسسات الجيش إلى مهامها الدستورية. الواقع المهلك الذي تعيشه السلطات تستمد من الثورة وهجها وإصرارها عشية الجمعة 14 بعد 100
وهي مناسبة يتوقع مراقبون أن تكون عارمة بل حاشدة في أغلب المدن، وهو ما يمثل ردا ساطعا على تعمد سجن الناشطين المضربين عن الطعام وعلى مخططات الإلهاء وأساليب التفرقة بين الجزائريين. مسيرات جمعة غد ستكون بحجم تنتصر معه الثورة لأبنائها وناشطيها، وتؤكد للمتابعين أن قطار التغيير قد انطلق بوقود السلمية والحكمة إلى أن يبلغ محطة الحرية والعدالة. انضمت إلينا في النقاش سيدة يمينة مغراوي الناشطة النقابية والحقوقية. سيدة يمينة مغراوي، نحن عشية إذن الجمعة 14 بعد الماء، حراك شعبي سلمي يواجه بالاعتقالات بالبروباغندا بالإلهاء كذلك، ومشهد في المقابل أيضا مشهد جزائري يعيش احتقان اجتماعي، غلاء، نذرة، ومنظومة تريد البقاء رغم ذلك. مساء الخير ومساء الخير لكل مشاهدين المغاربية، وشكرا على الاستضافة. قبل ما نجاوبك أنا بودي أن ندد الإهمال أو اللي حبسوا يهلكوا به المضربين على الطعام. المضربين على الطعام اليوم ما راهمش في الخطر، راهم فاتوا واحد المرحله اللي لازم نكون نتقلقوا كثير كثير عليهم، لانهم حتى عندما يصراو لهم مشاكل صحيه ما راهمش نقول لهم المستشفيات بل يعالجوا في دون لي انفيرمري دو بريزون. معناته كونت يسون كيكون عندهم مشاكل صحيه في العوض اللي ينقلوهم على جناح السرعه للمستشفيات، بالعكس يعالجوهم على مستوى السجون، وهذا 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 خطر كبير، وهذا ماهوش مقبول، لانه عمر السجين ما يقدر يكون في بلاصه في مكان المستشفى وين كاين وسائل الانعاش الى اخره، لانه المضربين على الطعام قادرين المضربين على الطعام قادرين يطيحوا في غيبوبه، قادر يصرى لهم مشاكل عويصه، وبالتالي يعني يكون الخطر على الحياه يعني. وحنا عندنا امثله اللي مازلنا ما نساوهاش، الحاله تاع تعمالت والحاله تاع فخار. اذا ماذا بيا نعاود نلح على هذا الموضوع، لان الموضوع ماشي سهل وموضوع مقلق جدا جدا، ووضع نتاع المضربين على الطعام لازم يقلقنا كلنا كما رانا، لازم يكون تجنيد اكثر حتى يكون فيه الضغط على اصحاب القرار والضغط على اللي راهم يمشوا في العداله بالتليفون، انه العداله لم تصبحت الا ان نسخهم وصبحت وسيله تجد العصابه ليس الا هذا. ما عندي ما نقول اولا، لانه احنا كنقابات وكمجتمع مدني في قلق جدا جدا فيما يتعلق بالشيء اللي راه يجرى للمضربين على الطعام. بالنسبه لل بودي كان نوه شيء اخر، وهو الحمله اللي راهي الحمله التشويهيه الاعلاميه اللي راهو شانها النظام على الناشطين وعلى راسهم، او الشيء اللي ناكد عليه او نلاحظوا هو الشيء اللي راهو يصرى للجمعيه اسواس باب الواد. على بالكم هذوك الصور اللي راهي تنقلهم اون بوكل التلفزيونات تاع النظام، تلفزيونات العصابه، يعني والله العظيم امر مضحك جدا عند الناس اللي فكروا قليلا برك، لانه الاشياء والادوات اللي راهي تعرض واللي راهم يقولوا بانه فيها ان لوجيستيك pour déstabiliser l'État، ما هي إلا مجرد واحد الكمبيوترات اللي عندهم أكثر من 20 سنة، يعني ديباسي. وين راهي يا عجبة؟ وين راهي الجمعية اللي اليوم ما عندهاش أن أورديناتور؟ وين راهي الجمعية اليوم اللي ما عندهاش أن إمبريمونت؟ يا أخي الناس راهم كاتبين هذو في ديارهم، لي إمبريمونت رانا كاتبينهم في ديارنا، لي أورديناتور. شفنا هذوك ليزينيتي في هذا الصدد طبعا الاشاره الى سواس باب الواد. سيده يمينة، طبعا الاتهامات تلميحا الى دوله تمول هذه الجمعيه، المعروف بانها جمعيه كانت تشيد بها حتى وكاله الانباء الجزائريه، ثم بيان الامن يقول بانها غير مرخص لها.
الإشارة إلى فرنسا، بينما اللافتات التي يتم الحديث عنها التحريضية فيها لافتات ضد فرنسا، ألا تبدو يعني مفارقة مفضوحة يعني ومكشوفة ولعبة مكشوفة؟ صح اللعب مكشوف، ولكن هو هذا المهزلة إلى مهزلة، مهزلة الدحداح لا مسيناج، وظن هذول يحصلوا يرسلوا العلاقة ما بين قضية الدحداح أو مهزلة المسكرات ولا المسرحية تاع الدحداح، وظن ما يجيبوا الأدلة بأنه الدحداح عنده الصحة. أنا وصلنا لشيء آخر، وصلنا للحواجب اللي كنا ننشرهم. هذا هذه شيء يعني لازم كيفاش يقولوا صح في نفس الوقت شي لا يصدق، لانه ما عندوش مصداقيه، لانه بداو كي شغل هذاك الاعمال يمشي في الظلمه واش عارف من وخايف يعني اعمال في الظلمه وزايد خايف من الفوق، اذا هذا هو التصرف تاعها. ولكن ما يخفاكش ثاني شي واحد اخر اللي انا ولا كامل احنا كحراكيين وكانوا شطا وكان نقابيين حاسين به، لانه السلميه هي مسبغ بينا غبينا غبينا كبيرة للنظام. كل هذه المحاولات تصب في القضاء أو والمساس بسلمية الحراك. هذا هو اللي لازم نحن نكونوا صاهرين عليه حتى ما يقعوش انزلاقات، لأن كل ما يصرى اليوم هو الكسر تاع سلاح الحراك اللي هي السلميه نتاعو. نشوفوا كل شيء كل ما يقوم به وهو المساس بالسلميه. طيب بمعنى سيده يمينة لو سمحتي، حراك في مقابل برغم كل هذه البروباغندا، هذه الحمله التشويهيه، الاعتقالات، القمع، يتواصل بكل سلميه وهو يمضي ليضرب موعدا اخر مع التاريخ في الجمعة 14 بعد الماء. مصطفى عطوي أعود إليك، حراك يستمر يريد تاريخا آخر لجديد في مقابل السلطة، يبدو أنها بحسب الملاحظين دائما تسبح عكس مجرى التاريخ، همها الانتخابات التشريعية وتمريرها. اليوم المفروض كان تنتهي أجال تسليم القوائم المترشحين، تم تمديدها إلى يوم 28 أفريل الحالي، وحراك في المقابل وحافظ على سلميته برغم كل الاستفزازات والبروباغندا والمؤامرات التي يتعرض لها. الحراك بالنسبة للحراك احنا قلنا السلمية هي سلاحنا النووي. أما فيما يخص النظام أخويا جمال، النظام لا يهمه أي شيء، لا تهمه لا ما يهمه لا مستقبل البلاد لا مستقبل الشعب. هو حتى هذا المضربين على الطعام اللي نوجه ندائي ان شاء الله
يوقفوا الإضراب عن الطعام، لأن إحنا بحاجة إليهم أحياء، ولكن لأن النظام هذا ما عنده حتى اعتبار للحياة الإنسانية، ما عنده حتى اعتبار للمواطن الجزائري. ما يهم النظام فقط هو حماية نفسه، ما يهم النظام هو الاستمرار في, 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 في السلطة. وبالتالي أولا نحافظ على السلمية، نحافظ على الوحدة. ماذا بينا لو كان يكون هناك في هذه الأوقات، في هذه الأوقات تكون هناك يعني عقل مدبر، عقل مفكر، كيف نخلق أمور أخرى، كيف نصبح نخلق أحداث، كيف نصبح الحركة يصبح هو صاحب المبادرة، وهذا يكون بالتنسيق ما بين النشطاء. أنا أتمنى يعني من خلال المغربية قناة الشعب اللي اعتبرها قناة الشعب، من خلالكم يكون هناك على الأقل، لا نريد كما تمثيل، ولكن التنسيق ما بين النشطاء. تمنينا حتى الخروج يوم السبت كان يكون مخطط له، منظم له، يكون بتوافق جميع النشطاء، باش يكون، لأن آخر سبت تذكر أخي جمال قبل الكورونا كنا في واحد 4000 ولا 5000، وتلاقينا يمكن في قمع شديد من طرف السلطة. وأنا ذا قلنا أنه هذه السلطة سوف تعمل المستحيل باش ما يكونش السبت، لأنه لو كان يكون السبت فحاجة إيجابية طبيعية أنه يكون بعده الأحد ويكون الثلاثاء ويصبح هناك الاعتصامات، ولذا النظام هذا سيعمل المستحيل باش ما يكونش السبت التصعيدي. كذلك يجب أن نعرف إحنا يرانا في وضعية حرجة وفي وضعية خطيرة، يعني البلاد في وضعية خطيرة. اليوم يجب أن نقبل بالتضحية ونتمسك بالسلمية، لأنه من خلال 3 سنوات 4 سنوات على أكثر تقدير، إذا كان ما كانش تغيير سلمي، لازم النظام يعرف إذا ما كانش تغيير سلمي للنظام وتغيير سلس للنظام سوف يكون هزات اجتماعية كارثية وخطيرة جدا، لأن الوضعية الاقتصادية للجزائر ما عندناش اقتصاد، لم يصبح للجزائر هناك اقتصاد. ومظاهر ذلك واضحة، يعني بالعكس أنه حتى بلغة الأرقام بلومبرغ تقول أنه الاحتياطي 12 مليار دولار، عكس ما يقول تبون مثلا 40 عند 40 43 مليار دولار. ومظاهر هذا الإفلاس واضحة، طوابير مخجلة على المواد النادرة. الجزائر أصبحت وضعها مؤسف بهذه الصورة، يعني الزيت والسكر والحليب يعني ونذرة السيولة. لما ما يكونش احترام الصلاحيات تاع المؤسسات وتاع المسؤولين، فبالتالي ما تشعرش نفسك بأنك في دولة. لما رئيس جمهورية يتكلم على وجبة غذاء، لما مصالح الأمن توزع الزيت للأخر، هذا النظام يخلق لنا نقاشات جانبية، هذا النظام يخلق لنا أزمات لإنهاء الشعب، وهي استراتيجية مبينة يخدم عليها للبقاء طيب. في السلطة. الكرة في ملعبنا، يجب التوحد. طيب يبقى معنا لو سمحت مصطفى عطوي، انضم إلينا في النقاش من تيارة مبروك سعدي، الناشط سياسي ناشط في الحراك. مبروك سعدي، طبعا تيارة وولاية الغرب بشكل خاص قمع للحراك لكي لا يخرج، ولكن رغم ذلك الحراك فكرة والفكرة لا تتوقف، حتى في المناطق التي قمع فيها الحراك عاد حراك يمضي في مسعاه من أجل تغيير يليق بالجزائر، في مقابل السلطة تحاول اللعب على كل أوتار بالقضايا الجانبية بالأحكام الجانبية والإيديولوجيا، فيما جزائريون يخرجون ويقولون ما كانش إسلامي ما كانش علماني، كان النظام يسرق عينان. نعم، السلام عليكم. السلام، تحية إليكم. تسمعوني؟ نسمعك سيد مبروك. نعم، تحية إليكم وتحية إلى كل الأحرار. في الأسبوع 114 من حراك الجزائريين سلمي، وتحية خاصة وخالصة إلى أولئك الشباب الأحرار المضربين عن الطعام في سجن الحراش، إلى أولئك الذين يقاومون بثبات وعزيمة وإصرار ويخاطرون بحياتهم من أجل بناء دولة الحق، بناء دولة العدالة والقانون،
الدولة الموحدة القوية بوحدتها والتي يحفظ فيها حق الكل دون استثناء. حراك الجمعة 14 لا أعتقد أنه سيكون استثناء عن باقي الجمعات. سيخرج الجزائريون مرة أخرى ليرفعوا نفس المطالب التي رفعت من بداية هذا الحراك. سيبقى هذا الحراك حراكا سلميا، سيبقى هذا الحراك حراكا موحدا. ومن هذا المنبر نوجه كلمة إلى كل الإخوة الذين يخرجون في ربوع ولايات الوطن، إلى أن حافظوا على سلمية حراككم وحافظوا على وحدة حراككم. ولذلك بعض الممارسات التي قد يستغلها النظام في المزيد من القمع وفي مزيد من تشويع الحراك وفي إلهاء الناس، الممارسات التي من خلالها يعتدي البعض على رجال الأمن، هذه نستنكرها ونتمنى ألا تتكرر حتى لا يستعملها النظام كذريعة لضرب الحراك من جديد وللتضييق مجددا على الأحرار في مختلف ولايات الوطن. في الولايات الغربية كما أشرت أخي الكريم، الكثير من الولايات الآن يمنع فيها الحراك، لكن إصرار الناس والعزيمة تاعتهم وحرصهم على الخروج كل جمعة سيكسر هذا الحصار المضروب على بعض الولايات، وسيخرج الناس كما خرجوا في تلمسان وكما خرجوا في مصغان وقمعوا وحتى اعتدي عليهم، سيخرجون بإذن الله تبارك وتعالى في باقي الولايات، لأن الحراك فكرة، الحراك نضال، الحراك رسالة، وهذه الرسالة ينبغي أن تكون مستمرة من أجل المضي قدما في بناء الجزائر الجديدة بالمفهوم الصحيح لا بمفهوم السلطة. ابقى معنا سيد مبروك سعدي. أستاذ قدور شويشة، يعني الحراك يستمر برغم كل المناورات لمانيبيولاسيون، يعني فزاعات الإيديولوجيا، الآن الماك وحالة الاستنفار، مرة الإسلاميين مرة العلمانيين مرة الأحكام القضائية. سفيان جلالي مثلا يقول أنه مصدوم مما صدر في حق جاب الخير مثلا، وتبدو الصورة واضحة أنه محاولة إلهاء وتحويل أنظار في مقابل هؤلاء أنفسهم هم الذين يبررون النظام أو كأنهم مكلفون بمهمة لتشتيت الأنظار فقط، ديفيرسيون. شكرا. ملاحظة صغيرة، دائما نتكلم مع الزملاء، أنا لما نتكلم عن الحراك ما نقولش الحراك فكرة، نقول الحراك قبل كل شيء ممارسة. في هذه الدولة تخاف لأن الحراك ممارسة، لا نبقوا بالفكرة نقعد نفطر ما تخافش منا، بصح كي خرجنا وكي الشعب الجزائري ولا يخرج أصبحت ممارسة، والسلطة تخاف من هذه الممارسة لفكرة الحراك نطبقوها في الميدان. ثانيا صحيح أن ولا منذ القديم الدولة تدخل داخل هذا الشعب الجزائري وتبقى قال هذا كما كنا احنا صغار، هذا عائرك، هذا دارلك، هذا دارلك، غير باش تنوض بيناتنا احنا ناكلوا بعضنا بعض. وتمشات واحد الاوقات، لكن نظن انا الان مستحيل. صحيح ان مثال القرار الذي وقد اليوم ضد سيد جبل خير ما نقدروش نسكتوا عليه، لكن نعرفوا باللي الدوله داخله في كل هذه السياسه هذه باش تلهينا وتجيبنا هذا ساشرى له، هذا علماني شاشرى له، هذا اسلامي شاشرى يقول، هذا قبيلي شاشرى يقول، هذا عربي شاشرى يقول، هذا من غردقه شاشرى يقول. الدوله باغي تلهينا، باغي بالسيف خرجنا من عقولنا ونبقوا ندابزوا بعضنا بعض. لكن انا بغيت نقول باللي حنا في بعض الاحيان نظن انا هذا موقف تاعي يبدو لي ان احنا بروحنا في بعض الاحيان ماناش فاهمين شنو نديرو. لماذا اقول هذا؟ لان صحيح ان الحراك هي ثوره ديمقراطيه، لكن لما كاين بعض السؤال راهم يسرو لازم نعطيهم كل قيمه. لما نتكلموا على السلميه
ما لازمش نتكلموا على السلمية لوحدها. لماذا؟ لأن نقول أنا راه كاينة أيضا ثورة ثقافية. ما معنى الثورة الثقافية؟ السلوك بين الناس اختلف، العلاقات اللي عندنا بيننا بعض اختلفت. ونعطي أحسن مثال تسمح لي سي جمال، نهار المرة الأولى اللي خرجنا في 22 فبراير 2019 الزوجة تاعي خرجت معها وراح تصور. كي كمل أنا طرحت لها سؤال، قلت لها ما قلتلهاش أنا ما هو موقف الشرطة، قلت لها ما كيف كان موقف الشبيبة، قالت لي ما كان لا حس لمس. قلت لها معناتها رانا انتقلنا إلى أشياء أخرى، لأن احنا عادة الشارع الجزائري قاسي مع المرأة الجزائرية، لازم نقولها بصراحة. لكن لما نشوف الآن مكانة المرأة الجزائرية داخل العراق والتغيير في السلوك، نقول باللي رانا في ثوره ثقافيه، وهذا الشيء لازم نتكلموا عليه. لماذا؟ بس الدنيا قاعد تفهم باللي هذا الشعب راه باغي اشياء اخرى، حتى العلاقات داخل الافراد في الشعب باغي يغيرها، ما باغيش يغير فقط ما بين علاقه الشعب والسلطه، باغي حتى داخل الشعب نغيروا العلاقه، وان شاء الله نكونوا مثال للشعوب الاخرى. حتى هذه النزاعات اللي بغينا نخلقوها ربما قادرين احنا، وهذا دائما نقولها، الجزائر في وقت حرب التحرير كانت بلد وحدها، لكن أثرت على تحرير على المستوى الدولي، أثرت على ضمننا نفس الشيء. رانا في مرحلة تاريخية وين الشعب الجزائري لازم يعرف باللي قادر الآن يقوم بتغيير داخل الجزائر، لكن أيضا يوسع هذا التغيير على الشعوب المجاورة. طيب. ولهذا لازم نفهم ما هو موقف البلدان الخارجية لرافضة هذا التغيير. طيب لما أشرت السيد قدور، طبعا زوجتك الصحفية معروفة جميلة الوكيل، وقد اعتقلتم أنت وهي كم من مرة في النشر في مسيرة الحراك، في مقابل هذه الصورة عن هذا الحراك الذي يجمع الجزائريين باختلاف توجهاتهم وأيضا المرأة والرجل، لماذا في رأيك نخبة تصر باسم بعضها باسم الديمقراطية والعلمانية والحداثة على شيطنة الحراك، في مقابل إسلاميون آخرون كأنهم مكلفون من الجهة المقابلة بما هم لشيطنة الحراك بزعم أنه علماني، وعلمانيون يهاجمون الحراك على أساس أنه إسلامي، بينما الشعار هو ما كانش إسلامي ما كانش علماني، كاين نظام يسرق عيناني، وما كانش ايديولوجيا، كاين شعب يريد تغييرا حقيقيا يليق بالجزائر ويسع الجميع. نظن لان اولا قبل كل شيء الدوله في التسعينات استعملت هذه الصورة، وكل واحد بعد يحاسب على المواقف تاعها، ماهوش الان الوقت نتكلموا عليه، لكن استعملت هذه الثورة تاع علماني عاير في إسلامي، إسلامي عاير في علماني، استعملتها وأوصلت البلد في كارثة كبيرة. لكن ضمن دروس الآن قاعد الدنيا شدت الدروس، ولهذا نلقى وما ننسوش بأن الدولة صنعت مجتمع مدني ليتاحها تاحها، تروح غدوة للدولة تقول لها خصني نقابة إسلامية، تقول لك عندي أنا داخل أنا صنع، تقول لها خصني نقابة علمانية، تقول لك عندي نفس الشيء، تقول لها خصني حزب إسلامي، تقول لك عندي مرحبا تفضل، خصني حزب علماني، تقول لك مرحبا. الدولة صنعت مجتمع مدني مفبرك اصطناعي وكانت تستعمله. الآن شنحضر خروج المجتمع المدني الحقيقي بالاختلاف ما بينهم، لكن حقيقي، أي فهم باللي لازم نوصل إلى تكسير هذا المجتمع المدني الاصطناعي لبروز المجتمع المدني الحقيقي المتشكل بالمواطن والمواطنات. يبقى معنا سيد قدور شويش، أعود إليك سيد أمين مغلاوي، الوقت يداهمنا. حراكدا ماض رغم كل شيء، الجمعة 14 بعد 100، يعني غير الفم اللي يقولها، يعني رانا في العام الثالث لهذا الحراك الذي لم تتردد صحيفة الواشنطن بوست في وصفه بأنه علامة فارقة في تاريخ البشرية حتى. هذا الجمعة بالخصوص يعني فيه تأويلات بزاف،
فيه افكار بزاف حول 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 الندوات وحول اللقاءات وحول تنظيم الحراك وتمثيل الحراك الى اخره. في هذه الجمعه يعني لازم يكونوا او انا يبدو لي لانه راح يكون فيه فصل في هذا الموضوع، لانه اليوم كاين بزاف تضاربات فيما يخص تمثيليه الحراك. وهذا بالنسبه لنا في الوقت الحالي انا ياك احنا نشوفوا ليه بانه امر لازم يفكروا فيه بزاف بزاف كما لازم، لانه الناس اللي راح تمثل الحراك معناتها اولا على اي اساس، على اي قاعده، على كيف يتم يعني تكنيكمون هذا تمثيل الحراك. من جهه واحده اخرى هذا الناس اللي تبرز مهما كانت الانتجريتي تاعها، مهما كان التزامها، مهما كان ارتباطها بالجماهير او بالشعب يعني الواسع، فالعصابه تسيبلها تصنع لها ملفات او تحتقلها يعني يصراو مشاكل. انا اخشى بان ولكن ربما في رايك بالعكس هذا هو قوه الحراك، يعني وانه لا يلتهي بهذه القضايا، بالعكس لهذا متواصل. انا اخشى والله فيه هو فيه يعني الشيء اللي وارد، وانه وحده الحراك يكون فيها مسس، لانه على بالك باللي لو كان يكون في 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 يعني شيء اذا كان الحراك استمر الى يومنا هذا، واذا كان الحراك وصل الى 14 من جمعه، لانه كان عنده تشكيل هوريزونتال لينيير ماهوش بيراميدال، ما عندوش على راسه ممثلين، ما قرار يخرج منه، شعارات يخرجوا منه، يعني هو باني نفسه بنفسه، معناته هو شامل شعبي وطني، ما عندوش اي صبغه خاصه، في كل الناس كلها تعلم، وهذا ماشي جديد، في كل التيارات، في كل الافكار، في كل العقيدات، في كل في الناس اللي ما عندهمش العقيده. انا هذا اللي خلى هذا الحراك يستمر ويطول ويفرض نفسه ويحقق هذا فان الفاكتور اللي يساهم في السلميه تاع الحراك. هذا هو الشيء انا في رايي. شكرا جزيلا لك يا مينا مغراوي الناشطه النقابيه والحقوقيه. مبروك سعدي، اعود اليك في الاخير. قوه الحراك في وحدته، في تساميه حتى عن محاولات العزف على هذه الاوتار التفريقيه بشعارات واضحه وجليه مثلا، ردا على كل محاولات تقسيم ما كانش اسلامي ما كانش علماني، كاين النظام يسرق عيناني، وايضا شعارات تدعو الى التغيير، دوله مدنيه ماشي عسكريه، ويتسامى يترفع حتى على كل محاولات التلاعب به، ولهذا يمضي في طريقه ومسعاه نحو تغيير يليق بالجزائر. أخي جمال، هؤلاء الذين يتهمون الحراك كل مرة بلون هم يدركون جيدا أن الحراك متنوع فكريا وإيديولوجيا، يعرفون جيدا تركيبة الناس التي تخرج في الحراك، يعرفون أن الإسلامي الذي يخرج اليوم في الحراك والعلماني الذي يخرج اليوم واللائكي والذي لا فكرة له ولا انتماء له كلهم يشتركون في مطالب واحدة، المطلب الوحيد والأساسي هو التغيير الجذري لنظام الحكم القائم في الجزائر، هو بناء جزائر جديدة قوية، جزائر موحدة، جزائر تصان فيها حقوق الكل. هؤلاء يعرفون، وكما كنت تفضلت بسؤال إلى الأستاذ قدور من قبل في قضية حتى التنظيمات السياسية التي تتهم الحراك، احنا نسقسوها هذه التنظيمات التي دخلت الى الانتخابات مؤخرا دخلت بإعاز من؟ احنا شفنا باللي كاين اتصالات مع السفير الفرنسي، وكانت لقاءات لرؤساء الاحزاب ورؤساء هذه التنظيمات السياسيه في المقرات تاعها مع السفير الفرنسي، ومن بعد خرج السفير الفرنسي بعد فتره وتكلم عن قضيه انه حث هذه التنظيمات والاحزاب السياسيه من اجل باش تدخل الانتخابات حتى تفوت الفرصه على الحراك الذي يخرج كل جمعه
في الشارع الجزائري. السؤال الآن علاش هذو رمي شيطنوا في الحراك؟ علاش رمي يتهموا في الحراك؟ هذو كلهم لهم حسابات سياسية ضيقة. هؤلاء يفكرون في خطة من الآن، مكان لا انتخابات نزيهة ولا انتخابات نظيفة. الانتخابات ستكون على حساب الولاء للسلطة كما رأيناه في التشريعيات السابقة وفي كل الاستحقاقات الانتخابية السابقة التي عرفتها الجزائر، باستثناء الاستحقاق الوحيد اللي كان سنة 91. هؤلاء اليوم يبحثون عن تموقع، يبحثون عن مناصب، يبحثون مانيش عارف أنا عن مصالح يحققونها من خلال هذه التشريعيات. لذلك كل خطرة يرموا الحراك، مرة هذا الحراك تاع الإسلاميين، مرة هذا الحراك تاع العلمانيين، مرة شفنا مخترق من طرف فرنسا، وأن هذه فرنسا السفير الفرنسي هذا الذي يصول ويجول في الجزائر دون مساءلة، يتهم مثلا جمعية كما رأينا قبل يومين أو ثلاثة باللي تلقات مبالغ مالية قدر مش عارف أكثر من 100 مليون من طرف السفير الفرنسي. إذا كان هذا تلقاه من طرف السفير الفرنسي، هذه الدولة التي لا تسائل للسفير الفرنسي ولا تحتج ولا تطرد السفير الفرنسي، هذه دولة ولا؟ ولكن المفارقة أنه هذه الاتهامات ومن أجل لافتات، طباعة لافتات، واللافتات المرفوعة في غالبيتها ضد فرنسا. نعم، مما يسقط هذه الاتهامات حتى. اللافتات تطبع نعم ضد فرنسا، ومن حقهم أن يطبعوا اللافتات لترفع في الحراك، وراه الإشكال. من حقي أنا كمواطن جزائري نخرج ونرفع شعار دولة مدنية ماهيش عسكرية، من حقي باش نرفع شعاري يتنحى وكاع، من حقي باش نرفع أي شعار يعبر عن مطالبي السياسية كمواطن جزائري. وراه الإشكال فيها حتى تعتقل هؤلاء وتوجه لهم تهم خطيرة، وفوق ذلك لا تلتزم العدالة بسرية التحقيق. والعدالة نفسها المتهمة بتلقي تمويل من الاتحاد الأوروبي لتطوير شفافية العدالة في مفارقة غريبة عجيبة، ومؤسسات أخرى من الحكومة الجزائرية تتلقى تمويلا من الخارج، بينما تتهم هذه الجمعيات اتهامات من يعرفونها والمحامون يقولون اتهامات باطلة وليست موجودة حتى في ملفات الاتهام. نعم، هذه باين باللي اتهامات باطلة. وكنت علاش ما تطردش السفير الفرنسي، وعلاش ما تديرش احتجاج رسمي على السفير الفرنسي هذا الذي يصول ويجول ويلتقي بالأحزاب ويلتقي بالتنظيمات ويعمر الأحزاب باش تدخل التشريعيات؟ من هو هذا السفير الفرنسي الذي يعطي أوامر ويصدر أوامر للتنظيمات والأحزاب؟ طيب طبعا هو في المقابل كان هناك نفي فرنسي على حول هذه القصة أنه طلب هذه ليبرتي، هي التي نشرت هذه القصة صحيفة ليبرتي، أنه طلب من أحزاب ديمقراطية بين قوسين مقاطعة المشاركة في الانتخابات لقطع الطريق على الإسلاميين، في مقابل الإسلاميون يقولون نشارك لإبراء الذمة ويشيطنون الحراك، هم من الجهة المقابلة. في مقابل علمانيون آخرون مكلفون بمهمة لشيطنة الحراك، كأنه الجميع في تكليف بمهمة. نعم، لكن الإشكال موش في السفير الفرنسي، الإشكال في النظام الجزائري. احنا كي رانا نتكلموا على السفير الفرنسي، الإشكال هذا سفير دولة فرنسية، وهذا طبعا من حقه باش يقوم بأي عمل لأنه هو يخمن في المصالح تاع البلد تاعو. لكن الإشكال في النظام الجزائري، كيفاش النظام الجزائري ما يدير حتى بيان احتجاج ضد السفير الفرنسي؟ طيب ما ربما البعض يقول هذا يؤكد أنها ليست إلا تسويقات إعلامية في مقابل المصلحة. حراك باختصار لو سمحت مبروك سعدي، حراك يحرص على مصلحة الجزائر ويريد تغييرا سلميا سلسا يليق به. نعم، لذا نوجه في الأخير كلمة إلى الإخوة في الحراك، إخوة على مستوى كل الولايات، باش يخرجوا دائما في سلميتهم في وحدتهم، يليق يكونوا أذكى من هذا النظام الذي يستعمل كل في كل أسبوع يستعمل مناورات معينة
اللي كيكونوا في في المستوى باش يسقطوا كل هذه المناورات، مناورات التقسيم، مناورات الأدلجة، مناورات الإرهاب. السلسلة هذه تاع الدحدوحيات اللي كل خطرة يخرجون بها بصيغة ينبغي أن تسقط، وينبغي أن يبقى الحراكيون متمسكون بمطالبهم إلى أن تتحقق كاملة، وإلى أن يفرج عن كل الجزائريين مش المساجين، لأنه اليوم المسجون هو المواطن الجزائري، حتى اللي راه في بيته راه مسجون. شكرا جزيلا لك مبروك سعدي الناشط في الحراك، كنت معنا عبر الهاتف من تيارة. الوقت يضغط علينا. مصطفى عطوي، حراك الجمعة 14 بعد المئة. وش أقول لك أخويا جمال؟ أولا الغرب عموما وفرنسا خصوصا تريد بقاء هذا النظام، تريد بقاء هذا النظام لأنه نظام ضعيف ليس له شرعية باش يخدم مصالحها. هي تخاف من الحراك، باش لو انتصر الحراك تكون هناك الحكم للشعب، وبالتالي يكون الندية، الندية في التعامل مع فرنسا، وهذا ما لا تحبه وتحبه فرنسا. نريد ولكن ليس في الحراك، بالعكس لو انفتحت البلاد تكون في خيرات. الحراك بالعكس ليس عدوا للتعامل مع الخارج، عدو ربما لتبديد أموال الشعب يعني. بالعكس إذا جاء التغيير ربما يكون العلاقات ربح ربح. لا، هما لا يكون، هي كي سياسة في الغرب ما لازمش يكون على كيف الشاطئين دفة البحر الأبيض المتوسط، يعني قوتين هما ماذا بهم، يبقى الغرب أوروبا قوية ولكن بقت دول ضعيفة. هما يخافوا من النظام اللي يكون، النظام اللي يكون عنده الشرعية الشعبية، يريدون نظام ضعيف باش يخدم مصالحهم، وهذا من حق فرنسا. هذه مصالح تقدم مصالح، حتى مصالح فرنسا لا تتآكل يعني الصين، حتى الأتراك يعني. عمليا فرنسا برغم كل هذه الحيحاية عن مصالح فرنسا، مصالح في فرنسا تتآكل حتى اقتصاديا حتى ثقافيا، حتى في دول إفريقية. لما نرى، أنا كجزائري نبكي لما نشوف رئيس غانا المنتخب ديمقراطيا كيف يخدم مصالحهم، لما نشوف رواندا إلى أين وصلت، لما نشوف أثيوبيا اللي كنا نشوف فيها المجاعة والراهي، لما نشوف السنغال الديمقراطية اللي وصلت لها، لما نشوف أن المغرب اليوم، المغرب عنده خطة أخويا جمال في خلال 2030 بتكون ضمن 50 اقتصاد عالميا الأوائل. الناس عندهم خطط، ولكن للاسف احنا النظام تاعنا ما يخططش. النظام تاعنا يعمل كما يقول لك اجور لجور. ولذا اليوم احنا الكره في ملعبنا، لازم على الحراك ان نطور اسلوبنا، ما نبذلش نبقى كذلك. شكرا جزيلا لك. للاسف الوقت وادرك انا مصطفى عطوي. قدور شويشه في دقيقه لو سمحت نختم معك. الحراك الجمعه 14 بعد الماء. بسرعة، رانا أصبحنا نشتاق إلى يوم الجمعة ويوم الثلاثاء لنلتقي مع العائلة الكبيرة من الحراك. أنا نزيد فكرة، شو راه كاين فيه مطالب اجتماعية راه غادي تزيد. ما نقدرش نقول باللي راه فيه بوادر ثورة اجتماعية، لكن لازم الحراك يعاود يرجع إلى ذكاء كبير باش يقدر نقدروا نديروا ادماج كل هذه المطالب الاجتماعيه داخل الحراك. ما خليش الشعب هذا والجزء من الشعب اللي عنده مطالب اجتماعيه خارج الحراك، لازم نكونوا اذكياء باش نجيبوا كل الجزائريين والجزائريات اللي عندهم هذه المطالب داخل الحراك، وبالتالي نقوي الحراك ان شاء الله. شكرا جزيلا لك قدور شويشه الاستاذ الجامعي الناشط حقوقي، كنت معنا عبر خدمة سكايب من وهران. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة. صح فطوركم وإلى اللقاء.